بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم النهاردة عن الغسالة ال LG اللي هي 7 كيلو. هنشرحها إن شاء الله، هيكون شرح سهل ووافي بإذن الله، أي حد يفهمه بسهولة بأمر الله. طبعا زي ما احنا شايفين، دي الغسالة بتاعتنا. دي البروجرامات، ده الموديل بتاعها، دي الاوبشنات بتاعتها، طبعا البار والديلي، دي الحلة بتاعت من الستانلس. بالنسبة لنظام تشغيل الغسالة دي، شايف الجوان ده كده؟ تحت الجوان ب5 سم ب6 سم مستوى الغسالة لحد جوه، من فوق فاضي من تحت زي ما احنا عايزين، نقل ما نزيدش، أو قبل ده بحيث قبل ايه مسار غسالة لحد جوه، من فوق فاضي بنحط من تحت زي ما احنا عايزين، نقل ما نزيدش. البطانية الكبيرة لا، لحاف الفايبر الكبير برضه لا، حمل الغسالة. ممكن البطانية الصغيرة بتاعة الأطفال أو لحاف الفايبر ده الأطفال. الكوفرتيات أو الدفايات كبير صغير مفيش مشكلة، بس ما نحطش دفايتين 2 كبار مع بعض، ما نحطش 2 كوفرتة كبار مع بعض، حمل الغسالة. كوفرتية واحدة كبيرة أو دفاية واحدة كبيرة. ممكن أحط دفايتين صغيرين دول أطفال أو 2 كوفرتة دول أطفال، أو دفاية كبيرة ومعاها دفاية صغيرة، لكن ما ينفعش أحط كوفرتة كبيرة ومعاها كوفرتة صغيرة، لأن الكوفرتة بقت تقيلة شوية بتشرب مية. بالنسبة للشرابات، المناديل، الحاجات اللي هي الصغيرة كلها، هجيب كيسة بسوستة كده عاملة زي شبكة الكورة، بحط فيها الشرابات والمناديل والأشياء اللي هي الصغيرة، عشان أثناء التجفيف ما تخشش ما بين الحاجة اللي استلت وما بين الجوان، يعمل لي مشكلة في الغسالة فيما بعد. فيفضل نجيب إيه الكيسة دي. في عندي في الغسالة دي فلتر، في عندي فلتر أهو، بنجيب المفك كده بفك الفلتر زي ما احنا شايفين. في عندي فايز، بجيب طبق يكون الطبق ده الحرف بتاعه مثلا قليل ولا حاجة، وبفضي بصفي المية الأول، وبعد كده ايه بحط الفايز وأبدأ أفك البكرة بتاعت شمال. بالنسبة لنظام تشغيلها، طبعا عندي الدرج بتاع المسحوق 3/4 كمية المسحوق هنا وربع كمية هنا، والإضافات بحط الإضافات بتاعتي هنا، دوري معطر ملين مرتب أي إضافات أيا كانت. لو جيت أسحب الدرج مش هيتسحب معايا، لازم أضغط على علامة السبعة كده، أي اتساخات أي راس ولا حاجة بنضغط كويس، ومن جوه نفس القصة بركب الدرج بتاعي كده. بالنسبة لنظام التشغيل ده، مفتاح مجرد ضغط عليه كده قادر الغساله، اول ما بتقيل لو ضغطت ستارت اوكي تشغيل، هيجري على برنامج القطن اللي هو الرئيس 60 درجه حراره، تسحب ميه وتغسل وتشطف وتجفف وتصرف، تعمل كل حاجه لوحدها. لو انا عايز برنامج تاني غير القطن، غساله مطفيه بقيل الغساله، ما بروحش عند ستارت، بقلب البكره هنا، القطن على 60 درجه حراره، القطن على 95 غليان كده، الايكو اللي هو الغسيل الاقتصادي اللي هو الملون على 60 درجه حراره، ديليكيت اللي هو الحرير، ستان، ستاير، اي حاجه تتمنى ناعم، ديليكيت على 30 درجة حرارة، ديليكيت على 40 درجة حرارة، عندي الكورك اللي هو السريع، التيشيرتات، ملابس رياضية، الحاجات البسيطة أو الحاجات اللي مش متسخة أو نسبة عالية أو حاجة، رنس زائد اسبين اللي هو الشطف زائد العصر لو أنا غاسل بره، وأسامي الغسالة شطف وعصر فقط، بستخدم إيه رنس زائد اسبين، الدرين اللي هو اللي هو طرد الماء فقط بدون تجفيف، اللي هو الغسالة تغسل وتشطف، تطرد الماء ولكن مش هتجفف الهدوم، الوول اللي هو الأصواف. هاند ووش اللي هو الغسيل اليد وقت 30 درجة حرارة، هاند ووش على الكولد على البارد، هاند ووش على 40 درجة حرارة، الوول اللي هو الأصواف 30 درجة حرارة، الكولد الصوف على الكولد على البارد، الاصطناعي على 60 درجة حرارة، نسبة الأجياف الصناعية كتير، 40 درجة حرارة اصطناعي، 30 درجة حرارة برضه اصطناعي، 30 درجة حرارة على القطن الرئيسي، 40 درجة حرارة على القطن اللي هو الرئيسي، 60 درجة حرارة على القطن الرئيسي. لو انا عايز اوبشن زياده فوق البرنامج، زي في عندي حاجه اسمها كريس كير اللي هو بدون كرمشه او مانع التجاعيد، ما تطلعش مكرمشه قوي. بعد كده عندي البري ووش والغسله المبدئيه او الغسله الاوليه او زي نظام ناقع، الاثنين مع بعض كده، انا خدت كريس كير والبري ووش الاثنين كده. عندي الرنس موجب يعني شطفه اضافيه غير الشطفات بتاعت الغساله اصلا كده، تايم سيف، اقتصاد في الوقت، البرنامج مثلا لو ساعه ونص يبقى اداني ساعه وربع او ساعه وثلث، رنس موجب وزائد التايم سيف لو انا عايزهم الاثنين، يبقى لي كده الاربعه شغالين معايا. ضغطت ستارت ومش عايز الاطفال تلعب في الغساله، اضغط على الاثنين دول كده،
هيديني السي ال اللي هو كلوز كده. الطفل مستحيل انه يقدر يعمل حاجه في الغساله الا ان هو يطفي الغساله. لو طفي الغساله مش هيعرف يتعامل معاها تاني. عشان اتعامل معاها تاني نعمل ايه؟ لازم اضغط على القفل الاثنين مع بعض 3 4 ثواني نلغي السي ال اللي هو كلوز. قفلت الغساله وخدت برنامج القطن. درجه الحراره بتاعتي هنا عايز عدد السبين اللي هو الدوران هو جايب لي 1000 رومك لفه. لو اتكيت هنا اداني رينس هولد يعني تقف الشطف. لو انا عايز الغساله تقف عند الشطف طبعا محدش بيستخدمها. في عندي لو سبين اللي هو بدون عاصر الغساله تغسل وتشطف تضرب ما في خلال دقيقه. لكن مش هتجف الملابس. بعض الناس بيعملوها زي جماعه كبار في السن زمان تقول لك انهم ما يطلعش بالعاده او مش مكسره. رومات لفه اقل حاجه في التكفيف 800 اعلى شويه 1000 لفه اعلى منها 1400 اللي هو اعلى حاجه خالص في التكفيف. طيب احنا وليكن هنشغل غساله الساعه 10 بالليل وليكن الدور مثلا هيبقى ساعتين. يعني معنى كده هتخلص الساعه 12 بالليل. هتفضل غسالتك من اول الساعه 12 بالليل لحد 8 الصبح الساعه 7 او الساعه 8 بالذات في الصيف بيخرج الملابس. لا الملابس صحتها مش كويسه. في نقطه اكتب لي الموضوع حاجه اسمها التايم ديلي او دريستر. تقريبا كده هتنام كام ساعه؟ 7 ساعات. خدت البرنامج هو بيقول لي غساله احنا بنشتغل نايم 7 ساعات. لو ضغطت ستارت الغساله مش هتشتغل الا قبل ال7 ساعات بوقتها. يعني لو وقتها ساعتين هي الساعه 5 تشتغل الساعه 7 هتكون ناهيه البرنامج. فتا عنينا هتكون مخلصه معايا. هنيجي نخرج الملابس تلاقيها فريش مفيش اي مشكله. لو احنا في سفر لو احنا في عمل نفس القصه. دايما نخلي فرق ما بين كل دور والتاني ساعتين راحه على الغساله. او نشتغل دور اول يوم ودور اخر يوم او كل يوم دور. لو اشتغلنا اصلا كل يوم دور مش هيبقى عندنا غساله. لكن ما يمكنش شغل اسبوعين وعامله كل في يوم واحد ده اكبر غلط. اول باول يبقى احسن وافضل. لو انا غسل بره هغسل بره وعايز غساله جافت بس بقيت دور واجي عند السبين اداني 15 دقيقه واقوم ضاغط استر. في خلال 15 دقيقه دي قطر وال 14 دقيقه يبقى تكفيف الحل. هي كده هتلفها دلوقتي. هي كده تبدا الحلقه تلف في برق تلف زي ما انتم شايفين. يا ريت لو احنا استفدنا من الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وننشر القناه بحيث ان الناس اللي هتستفيد يعني من المعلومات دي باذن الله. ولو في اي تعليق او اي سؤال ممكن تسيبه لنا تحت الفيديو باذن الله نقدر نجاوب عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.